طاحت من لفيفته يا عوجي الشيابي لو كلمة باختها يا صينية خطار للما فشلته بسم الله الرحمن الرحيم. حيدر مصطفى الناصر المستشار الفني الجمعية العراقية للتصوير ومؤسس ومشرف على رحلة طريق الجنة لتوثيق الزيارة الأربعينية والتي تنطلق من رأس البيشة في محافظة البصرة في قضاء الفا وصولا إلى كربلاء المقدسة. هذه الرحلة تمتد على مسافة زمنية تقارب 20 يوم. تتخلل الرحلة خلال هذه الفترة توثيق فعاليات الزيارة الأربعينية ومسير الزائرين، إضافة إلى إقامة معارض فوتوغرافية على الطريق. هذه الرحلة حقيقة كانت هي رحلة فوتوغرافية بامتياز، طموحنا إلها أنه تتحول إلى رحلة ثقافية. استطعنا بحمد الله أنه منذ عامين أنه نضيف الخط العربي ضمن المعرض معارض الرحلة. إضافة إلى ذلك نؤمل هذه السنة أن تكون هناك مشاركة لبعض الفنانين التشكيليين. أيضا نتمنى إن شاء الله وهناك لقاءات مع بعض المخرجين المسرحيين والفنانين المسرحيين لإقامة مشاهد ومضة ضمن الرحلة في أماكن التي تقام فيها المعارض الفوتوغرافية. وقد يسأل سائل لماذا أسميناها رحلة طريق الجنة؟ رحلة طريق الجنة في الحقيقة لأنه نرى بأن الإمام الحسين عليه السلام والوصول إليه هو الجنة، ولذلك اعتبرناها رحلة طريق الجنة، لأنه هذه الأيام أيام مباركة، أيام فيها الكثير من العطاء الحسيني، أيام يبذل فيها عشاق الإمام الحسين الكثير من أجل خدمة الزوار وراحة الزوار. ولذلك ترى الزائر كل ما يطلب وكل ما يشتهي يجده في طريق مسيرة زيارة الأربعينية، ولذلك أسميناها رحلة طريق الجنة. حقيقة رحلة طريق الجنة تعتبر معسكر فوتوغرافي جميل جدا. السبب أنه خلال فترة التصوير مطلوب من المصور رغم الكم الهائل من اللقطات اللي يلتقطها، قد تصل إلى أكثر من 250 لقطة في توثيق مسيرة الزيارة الأربعينية في اليوم الواحد، لكن يطلب منه اختيار لقطتين فقط من أجل أن تعرض في المعرض لليوم التالي. ولذلك ما يميز رحلة طريق الجنة أنه أولا معارضها آنية، بأنه هي نتاج المصور الحالي وليس هو نتاج سابق. إضافة إلى ذلك المصور ضمن هيكلية المجموعة ومجموعة المصورين يبدأ بالتطور ويبدأ بأن يرى هناك صور أجمل من صوره أو أجمل من لقطاته، ولذلك تراه يتفاعل مع المجموعة ويحاول أن يرتقي لتكون صوره الأجمل لتعرض. نشاهد أنه في كثير من الأحيان أغلب الشباب اللي إجوا وحضروا ويان رحلة طريق الجنة نشوف أنه خلال هالفترة هاي الممتدة خلال 20 يوم، من أول يوم يبدأ يستمع للنصائح للانتقادات من أجل أن يطور عمله، من أجل أن تكون صوره أجمل، يرافق أحد المصورين الأقدم من عنده والأكثر خبرة من أجل أن يستفاد من عنده. ولذلك هو معسكر فوتوغرافي يساهم في الارتقاء بالمصور ويساهم بالارتقاء بالآخرين أيضا. أستاذ حيدر، هناك صور فوتوغرافية وصور درامية وصور شعرية، كلها نطلق عليها صور، لماذا مفردة الصورة؟
الصورة حقيقة، خصوصا بالنسبة للصورة الفوتوغرافية، يعني اعتبار انه هي اقتطاع لحظة من الزمن، اقتطاع جزء من الخيال، اقتطاع احساس موجود ونقله الى الواقع، ولذلك نطلق عليها انها صورة لانه هي تصورت للمتلقي. هذا الفوتوغراف بالنسبة للفوتوغراف، حتى الصورة الشعرية، الصورة الشعرية والصور. لماذا صورة؟ يعني لماذا استعاروا المفردة من الصورة الفوتوغرافية؟ الصورة باعتبار أنه هي تشكلت، تراءت أمام الرائي، سواء هي صورة شعرية أو سواء هي صورة درامية أو سواء هي جملة فوتوغرافية تحولت إلى صورة فوتوغرافية. في كل الأحوال بالحديث انه كنا نتحدث عن انه ما الذي يطرب العين، او ما الذي يطرب الاذن، ما الذي يطرب الخيال، ما يطرب يجعلنا نقول الله. بالضبط، لفظة يا سلام الله، هذه لحظة الطرب. نجد انه الصورة الفوتوغرافية تطرب العين، الجملة الموسيقية تطرب الاذن، الصورة الشعرية تطرب الخيال، ولذلك في كل الأحوال هذه تجعلنا نصل إلى مرحلة أن نقول يا سلام الله. هذه نحتاجها إحنا في كثير من الأحيان، بحيث أنه المتلقي عينه تستشعر الجمالية، وهذا اللي قادر على وصول إلى قد يكون هو الفنان المسرحي من خلال الفنون البصرية اللي يقدمها على المسرح، المصور الفوتوغرافي من خلال الصورة الفوتوغرافية، الفنان التشكيلي من خلال اللوحة التي ينسجها من خياله ويرسمها. حلم النهر كأنه حاول أن يمشي إلى حيث كف قطيعة وسهام منعته أن يغادر احتلال العطش لأرض الشريعة. حلم النهر كأن الكف كانت تنظر إلى حيث المخيم وهي تنزف بالدماء، وخيام تنزف نار. انحنت راية كي تقبل صدر كف رفض أن يشرب ماء، والسبايا حولها غيم عطش. لبيك 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 يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين. قيامة الأرض، مسرحية قيامة الأرض كانت تجربة جميلة حقيقة، استمتعنا بها خلال فترة 15 يوم. حاولنا انه قدر الامكان انه نركز على السينغرافيا المسرحيه اللي موجوده بيها، اضافه لمشاهد الاثاره اللي كان الشباب هناك عاديها من خلال العرض المسرحي. حكيت لي اول مره عن قيامه الارض كمشروع وعن مشاركتك به. قيامه الارض هو كمشروع، هو المشروع سردي تاريخي يعتمد على قصه صراع الخير والشر، وقصة الخلق منذ خلق أبينا آدم عليه السلام وحتى آخر فترة معاصرة، وهي ظهور داعش ودخوله العراق، وأنه عاث في الأرض فسادا. هذه كلها جسدتها مسرحية قيامة الأرض. لماذا هذه العنوان قيامة الأرض؟ قيامة الأرض باعتبار أنه نزول آدم عليه السلام للأرض، هنا بدأت الأرض تزدهر، بدأت الأرض تعمل، هنا بدأ صراع الخير والشر، لأنه من انطلاق هبوط آدم إلى الأرض انطلق صراع الخير والشر.
قابيل وهابيل، هابيل وقابيل، آدم وإبليس. نعم. كل هذه المفردات حاولوا الشباب والمخرج والمنتج والممثلون تجسيدها من خلال الأدوار التاريخية التي مرت بها البشرية. مشاركتك؟ مشاركتنا فيها كان هو توثيق الأعمال بالصورة الفوتوغرافية. وثقنا هذا العمل بصورة جميلة، أبدعوا الشباب به حقيقة. بعد ذلك ارتأى القائمون واللجنة المنظمة لمسرحية قيامة الأرض إقامة معرض للصور الفوتوغرافية وتكريم المصورين الفوتوغرافيين في هذا المشروع. وفي كل المشاريع حيدر الناصر لا يبحث عن المادة حقيقة، احنا في أغلب الأحيان نبحث عن موضوعة تطوير قابليات المصورين. أنا كان هدفي بالمشروع مع قيامة الأرض وهو تسليط الضوء، لأنه أغلب المصورين الفوتوغرافيين ولعدم وجود حركة مسرحية قوية كما كان سابقا، ردتهم يشوفون الأضواء والألوان الفيضية اللي موجودة بالإنارة المسرحية، ردتهم أنه يتعاملون كيف أنه يصورون مسرح. هل تدخلوا في ورشة قبل؟ سابقا ما كان عندنا ورشة، بس هي كانت كانت هي ورشة، وكان بنفس الوقت تجربة عملية جميلة. ليش؟ لأنه اعتمدت على موضوع أنه شباب ما نقدر نستخدم إنارة الفلاش، شباب احنا ما نقدر نستخدم الحركة بشكل معين، يعني انت تروح وترجع مثل أي نشاط آخر. شباب لازم يكون مكانك غير واضح غير ظاهر، انه تقعد بهذا المكان تلتقط لقطات، اذا ردت تتحرك لازم انت تكون منحني حتى لا تأثر على نظر الجمهور، حتى لا تأثر على المصور الآخر، حتى لا تأثر على المصور الآخر. هاي كلها كانت ضمن هذا. إضافة تعرف إلى أنه أغلب المخرجين المسرحيين لا يحبذ الحركة بين الصفوف المشاهدين، لأن راح يشتت الانتباه، حتى لا يشتت الانتباه. هاي كلها كنا إحنا نحاول قدر الإمكان، وبالفعل الشباب استخدموا عدسات جميلة جدا، استخدموا الإنارة بصورة صحيحة، حاولوا يصورون حتى في خلف الكواليس. نقدر نستعين بصور من عندها عندك بصوحتك؟ موجودة. إذن ننتقل إلى مسألة أخرى، صور بكيت وأنت تصورها. والله حقيقة كانت هي في رحلة طريق الجنة كثير من المواقف، يعني لحظة عطش الزائر وأن يستقبله الخادم بجرة الماء، أن يستخدمه يقدم له الماء، هذه كلها كانت لقطات مبكية. لكن حقيقة لربما موقف يثير ويؤلم ويبكي العين هو أن ترى أحد الخدمة وهو مقطوع الكفين، يعني يغسل رجلين الزوار، شوفه أنه يقدم لهم الماء. هنا تبادر إلى ذهنك بطولة العباس، وفاء العباس. طبعا كان الموقف مبكي، أن ترى أنه هو يغسل قدمي الزوار وهو يبكي، والزوار يبكون، المصور يبكي. تلاحظ أنه هذه اللقطة فيها ألم، فيها حزن. تلاحظ شلون تنقلها بكل صدقها وتعابيرها ودلالاتها من خلال الصورة اللي تاخذها. أستاذ هشام، الصورة إحساس. نعم. في كثير من الأحيان يخرج مصور يصور لاندسكيب، ترى يعني يضع الكاميرا يلتقط اللقطة، لكن لقطة خالية من الإحساس. نعم. ترى مرة أخرى يخرج يرى المنظر، يدهش بالمنظر، يحب المنظر، تشوفه يصور المنظر هذا ويراويك اللقطة، أنت تحس بإحساس الحب اللي حبي هاي اللقطة.
تحس باحساس عندما ترى الصوره تحس باحساس المصور نفسه. البارحه من التقينا انا وياك في احد المواكب حدثتني او تحدثنا معا، سالتك عن من المهم في التصوير، العدسه ام الكاميرا ام المصور؟ المصور اهم من هاي كلها، لان المصور هو الكيان، هو كيان الاحساس، هو اللي يحس باللقطة، هو اللي يستشعر بيها، هو اللي يتنفسها يشمها. طبعا أحيانا إذا تنتبه في برامج الطبخ، بعض أحيان الطباخ هو جاي يطبخ يشوف إنه يقول لك يا الله الآن رائحة زكية، وأنت جالس بعيد عنه تستشعر كأنه أنت جاي تشم الرائحة هاي مالت الطعام، تلاحظ شلون. فلذلك الإحساس يرد من خلال اللقطة، من خلال الصورة. شوف المصور هو الكيان، الكاميرا لها دور، يعني ما ننفي وجود انه التقنيات لها دور، بس الكاميرا لها دور شو وقت ما كانت هي في يد شخص متمكن، شخص يستطيع ان ياخذ هذه اللقطة كما هي، كما يجب ان تؤخذ. هذا مهم جدا. في محرم الحرام في عاشوراء هناك اماكن يغطيها السواد، كيف تستخرج من هذا السواد جمال؟ الممكن انه شوفوا اغلب الاحيان في من ضمن شعائر محرم نركز على مثلا على سبيل المثال انه هذا الحائط موجود بقماش اسود كله، لكن مثلا تزينه كلمة يا حسين. نعم. تزينه مثلا كلمة لبيك يا حسين، تزينه كلمة يا عباس، تزينه كلمة آه يا زينب. فمن خلال هذه العبارات ترانا نصور هذا الجدار، لكن هناك جزء من عنده موجود فيه كتابة، فنحس فيه بالحياة. إذا كانت هناك زوايا مثل ما تحدثت لي عنها، لا انا اريدك تخلق لي، وانت خلقت كثيرا من الجمال في هذه اللحظات، لكن انا اريد اوصل للمشاهد تخلق لي من هذا السواد نور. يعني قد يكون صعب بالحديث عن هذا الموضوع يعني كصعوبه، لكن ممكن انه من خلال التجسيد العملي تختلف الرؤيه. يعني اغلب الاحيان اذا تلاحظ سواء انا وسواء اغلب المصورين، يعني في لحظات الحزن ممكن انه هناك شاهد جماليه، مثلا على سبيل المثال زنجير يرفع وعين تهمل، تلاحظ انه مثلا الخلف كله سواد بس ظهر هذا الشخص هو والزنجير مالته ودموعه، تلاحظ شلون. هاي من خلال هذا السواد اللي موجود، من خلال هذا الحزن. انتوا اللي بالعاميه يسمونها غواش، انتوا تسموها فوكس؟ اي يعني خارج التركيز تعتبر هي فوكس. اي فوكس. منو بهذه الامثله تنطي الفوكس في هذه اللحظه؟ الوجه هو هو التركيز يكون على الوجه اكثر. لا يعني اذا تريد تركز على انت عندك فكرة. انا هسه اذا اصور اركز على 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 الوجه، على العين. على العين اي، على مود انه اذا طلع عندي جماليه الوجه بقيه التفاصيل هي راح تطلع جميله. العين بصفتها هي يعني تعطي كل الدلالات بالضبط، هي بكل هي 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 مركز الحياه، هي النور. يعني انت عين المصور عندما تشعر بعين المصور. نعم. تعطي نتيجه؟ طبعا. شلون احكي لي؟ لانه انت في اغلب الاحيان هسه في اغلب الصور اذا كان لا يوجد لمعان العين. نعم. في الشخص اللي انت تصوره تحس الصورة باهتة، تحس الصورة مغوشة، تحس الصورة يعني متلاشية. يعني غير اللمعان اكو حزن.
اكو فرح، هو أكو هو تعجب، هو أكو العين كل شيء تجسد. نعم صحيح شامل، العين كل شيء تجسد، ولذلك وعين المصور كذلك كل شيء تقرأ بالضبط. نعم هي هاي مطلوبه، انه انت من خلال التصوير، ولذلك الكاميرات الحديثه الان الشركات بدات تركز على موضوع التتابع العين. يعني انا ضمن المركز هاي الكاميرا تروح الفوكس يروح على عيني، تحركت بهذا الاتجاه تروح على عيني، تحركت بهذا الاتجاه تروح على عيني. يعني انت تنصح المصورين ان يعدوا بالاعدادات؟ لا هو هاي من ضمن البديهيات، حتى بالصور الابيض والاسود القديمه. ولذلك الابيض والاسود القديمه كان عند ما يجي المصور يركز على موضوعه العين، يقول له خلي عينك هنا، انتبه لي هنا، باوع لهاي النقطه. وتلاحظ انت الصور القديمه كلها من تعلقها موجوده عندنا بالبيوتنا كذا غيرها، اي صوره قديمه ابيض واسود من تباوع لها من اي اتجاه راح تحس انه الشخص هذا جاي يباوع لك. نعم 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 تلاحظ التركيز على العين مهم جدا ضروري. نعم. هاي مو اليوم، يعني هاي من بدايه التصوير ولحد الان. البارحة صورت كثير. نعم. من الصور. نعم. في مواكب عديدة. هل حيدر الناصر يصور للذكرى؟ هل يصور للتوثيق؟ هل يصور خدمة للإمام الحسين؟ والله هي نكلة المجموعات السورية، يعني هي أولا باب الأولى أنه خدمة للإمام الحسين، ثاني شيء من باب التوثيق. يعني احنا في كثير من الاحيان فيما سبق ولعدم او يمكن لربما كانت موجوده صور بس ما متوفره هاي الوسائل الان متاحه من النشر على وسائل التواصل الاجتماعي وكذا وغيرها، كنا نسمع مواكب الزنجيل بالتميميه، كنا نسمع انه العزاء كذا يقام، كنا نسمع انه فلان يطبخ وفلان يطبخ وفلان يطبخ، بس يعني ما قصدك شنو؟ قصدك ما شاهد مرات مثلا انا واحد من الناس اللي اكتب بحث عن او مقاله او عن التميميه، المواكب التميميه، لكن افتقر للصوره. تلاحظ شلون؟ فهاي ما موجوده. فاحنا كمهمتنا اليوم كمصورين فوتوغرافيين ناقلين للحقيقه تسجيل الوثائق او تسجيل الوقائع كما هي بيه. كما تكون مدونه او تنشرها، ليش فقط تحتفظ بها؟ انا من تنشر راح تحفظ يعني تحفظ كارشيف. نعم. اليوم اصبحت هي ملك العالم، انا نشرتها على المدونه مالتي على الفيسبوك. نعم. اصبحت ملك الناس مو ملكي انا الشخصي. نعم. فلذلك يعني هذا كله يحتمل. فلذلك تلاحظ انه اغلب الصور اللي انا اصورها ما ابحث بها عن الجماليات بقدر ما ابحث عن ناحيه تسجيليه توثيقيه، حتى انه مثلا يكون مثلا شباب اثنين قاعدين بالشارع لربما يقولوا لي صوره اصورهم، اطفال ربما يقولوا لي صوره اصورهم، يعني هذا الباب التوثيقي. ولذلك البارحه يمكن نشرت 287 صور شفتها. تلاحظ شلون؟ الباب التوثيقي انا اخذه اكثر ما اخذ انه هاي المنطقه اللي هي منطقه السيمار شهدت في ليله العاشر توزيع غذاء مجانا، شهدت احياء، شهدت مراسم، شهدت عزاء، شهدت لطم، شهدت حركه غير متوقعه، انه الاطفال بالشارع، النساء بالشارع، الرجال بالشارع، وكانه الكل هج من بيته، الكل في هذه الليله يدور مثل التائه، انزين يبحث عن مكان يأويه فلا يجد. يعني استاذ حيدر انت من سكنت حلت ابو الحسن؟ نعم. ايش قصة لك؟ 2012 تقريبا. 2012 هذه المنطقة منطقة دينية، يعني تكثر فيها المساجد والحسينيات. نعم. اعتيادي انت كمصور، قرأت العادات، قرأت التقاليد، قرأت كل شيء، حدثني عن هذه المحلة.
محلات أبو الحسن محلة قديمة، وقد يذكر أنه في التاريخ سابقا أنه كانت هي أحد مناطق البصرة القديمة، أو يقال أنه كانت فيها مقبرة. المهم العهد على راوي التاريخ، لكن هذه المنطقة شهدت الكثير والكثير والكثير. أهل هذه المنطقة تراهم متكاتفين متحابين، يعني شاهد أنه موجودة طيبة بيناتهم، ماكو نزعة عدوانية، حتى وإن تحدث شجارات لكن هذه الشجارات لا تصل إلى الصدام المسلح، تنتهي بعد ساعة أو ساعتين. تعال صالح عمك، تعال صالح أخوك، إحنا إخوان، إحنا ولد منطقة، إحنا ما بيناتنا هذا الشيء. تلاحظ أنه الكل يخاف، يعني إذا فاتت بنية ها أختكم قد تفوت، سووا لها طلب. كانوا يحرمون لأنهم يعني لأنه أي لأن كثرة المساجد، لأنه والطقوس الشعائر الحسينية أي ذاك الوقت. لذلك الكثير من الشباب من هذه المنطقة أعدموا في زمن النظام السابق، الكثير من عندهم تعرض للتهجير، الكثير من عندهم تعرض للمطاردة. الحديث يجرنا إلى حوار سابق مع حضرتك، حدثني عن جيل الثمانينات والتسعينات وهذا الجيل. حقيقة يعني الثمانينات شهد صراعات أو فتح عين على صراعات الحرب الدموية، زين، ولذلك تولدت عند حالة العنف. تلاحظ أنه الأطفال في المدارس في المرحلة الأولى كانت الرسومات مالتهم ما بين دبابة، ما بين طيارة، ما بين إلقاء قنبلة. ثقافة العنف نشأت وياهم. تلاحظ شلون التسعينات كجيل أو كعقد كان به اضطرابات كثيرة، كان به الجوع، كان حيرة الأهل، كان انه طفل يسال يعني احنا ليش نبيع السقف مالتنا، انزين، او يسال ليش نبيع الشباك مالتنا، او ليش نبيع الباب مالتنا. تلاحظ شلون ليش ابوي يشتغل معلم ويشتغل بالليل سايق تاكسي، او بالليل يشتغل يبيع كبه بساحه ام البروم مثلا او يم جراج الموحد. فنشأ جيل كان عنده الكثير من التساؤلات، وبنفس الوقت صار عنده خلط بالامور. يعني الاب ما يقدر يقول له يا ترى انا في حاله عوز، ما اقدر اجيب لك فلان شيء وفلان شيء. تلاحظ شلون الجيل الألفين يعني حقيقه اضطرابات كثيره، عقد كثيره، انتقاله سياسيه من نظام الى نظام. ذاك يقول والله كنا في زمن سابق احنا نسافر لبغداد واحنا ما عندنا مشكله، هذا يقول والله هسه صار تسليب، وهذا يقول والله صار هسه قتل، سابقا ماكو قتل، هذا يقول اكو نظام دوله، ذاك يقول ماكو نظام دوله. صار اكو عدم مصداقيه، ما يعرف. حدثتني البارحه عن حقبه مفقوده، يعني بين الجيل السبعينات والستينات، جيل السبعينات بين هذا الجيل، جيل السبعينات كان يعتمد. شوف استاذ هشام، احنا سابقا فيما سبق كنا نسابق بالقراءه. نعم. اليوم انا كم كتاب قاري وفلان كم كتاب قاري، حتى من اقعد انا بمجلس معين انا من اسولف يبين علي انه انا يعني عندي كم هائل من المعلومات، لانه انا قاري وفلان ما 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 هالقد قاري. يعني تلاحظ شلون الاجيال اللي لحقت زين ما قامت تهتم للقراءه، هو المدارس ما قاموا يهتمون بها، تم بالقراءه، قراءه الكتاب. انت قراءتك صحيحه للوضع انه هذا الجيل جيل الحرب والحصار. انت قلت لي البارحه، قلت لي جيل الستينات والسبعينات والثمانينات اما قتل وما هاجر، قتل وهجر وصارت عليه الكثير، او الاعتقالات او المقابر الجماعيه، هاي كلها حتت وياه. اذا ما يمتلك من تاريخ لم يستطع ان يوصل، ما وصل الجيل الجديد، ما وصل حتى المفكرين.
اللي كانوا ضمن الحركات السياسية اللي هي كانت في وقتها معارضة للنظام، أما تم تصفيتهم، أما تم اغتيالهم، أما تم اعتقالهم أو هجروا، وحتى قسم من عندهم بالمهجر قتلوا. أين قضية الحسين من كل ما تحدثنا به؟ أستاذ هشام، احنا لكل فعل ردة فعل تساويه بالاتجاه، تساويه بالمقدار، تعاكسه بالاتجاه. قضية الحسين عليه السلام كردة فعل، يعني هاي الشعائر والطقوس وما نقوم به وكل هاي الفعاليات هي ردة فعل لما حدث سنة 61 للهجرة. أي حدث، لو ناخذ مثلا على سبيل المثال اليوم القنبلة النووية تحدث تأثير زماني ومكاني. الزماني يقال أنه تمتد إلى 50 سنة، تلاحظ شلون. المكاني قد تؤثر على ميل ونص، زين، يعني ما يقارب حدود 4 كيلومترات. تلاحظ هاي المنطقة تبات كلها لأنه تأثير الإشعاع يبقى. الحسين عليه السلام الزمانية أن لقتل ولد الحسين حرارة لا تبرد أبدا، إذا زمانية لا تنتهي. مكانيا إنزين، لقد قشعرت دماء الحسين أظلت العرش، يعني الوجود كله، الكون كله، إنزين. ولذلك إحنا هاي الفعاليات اللي نقدمها مال العزاء، البكاء، اللطم على الصدور، لطم الزنجيل، حتى ضرب الهامات، الطبخ، كلها تعد فعاليات بسيطة إذا مقارنة بالفعل. أستاذ حيدر، نعم، هي المشكلة أنه احنا تحدثنا بالموضوع البارحة، نعم، يعني هذا جاي استرجاع، نعم، لم يستطع من أراد أن ينال من قضية الإمام الحسين رغم أنه اعتقل الكثير وهجر العقول الكثيرة يعني وأخاف الآخرين، أكو ناس يخافون إلى الآن، ما زال لحد الآن يخافون. رغم ذلك استمرت القضية واستمرت الشعار وتستمر من جيل إلى جيل، يعني هي قضية الشعار ما توقف. إنزين، ما بالإمكان أي حاكم، إنزين، مهما بلغت سطوته، مهما بلغ الزمان الذي هو ممكن أن يتسلط على رقاب الناس، أن يلغي تلك الشعار، أن يلغي ذلك الحب وتلك العاطفة، لأن العاطفة متجذرة مع الروح، مع النفس، ولذلك تقول إنه اليوم حب الحسين بالفطرة. يعني في أغلب الأحيان نقول حب الحسين بالفطرة، لأنه ما بالإمكان أنت اليوم تلغي عشق وجنون ومودة في سبيل أنه أنت تريد تلغي مجموعة من الشعائر والطقوس، حتى وأن مجرد ما تزول أنت راح ترجع الطقوس والشعائر. والدلالة على هذا أنه في زمن النظام السابق لغاها من منتصف السبعينات حد 2003 بالنتيجة، بمجرد انزال النظام عادت هذه الطقوس والشعائر. النتيجة هو اللغة وبقيت هاي الشعائر. فلذلك ما بالامكان، ما ممكن انه يلغيها. حاولوا بني العباس انه يلغوها ما قدروا، حاولوا اللي اجوا وراهم ما قدروا، حاولوا العثمانيين انه يوقفون ضد هاي الشعائر ما قدروا. تلاحظ شلون صدام حسين بجبروته مدة 35 سنة بأجهزته بحزبه بكذا بسطوته بمحاولته للتقتيل والتهجير أن يقف ضد هذا الشعار ما قدر. زين، ولذلك هذا الشعار مستمر إلى قيام الساعة. صابت عمود ما طاحت ملة في فتحه، يا عوجي الشيعة بلو كلمة باختها، يا صينية خطار للما فشلتها.